السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس بايثون 3. درسنا اليوم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نوع من أنواع الداتا تايب اسمه التيوبل. التيوبل is a sequence of immutable Python object just like lists. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. يعني التيوبل بالظبط شبه الليست، بعرفها زي ما بعرف الليست، ولكن بتختلف عنها ان الليست ميوتابل بايثون اوبجكت، اما التيوبل اميوتابل بايثون اوبجكت او ان تشينجابل، يعني ما بقدرش اعدل عليه، ما بقدرش اعمل اوفررايد على التيوبل. يعني انا كنت في الليست، ممكن لو عندي لسته مكونه من 5 عناصر 10 20 30 40 50، عايز اغير اول عنصر، كنت بقدر ابدله عادي خالص، اعمل اوفر رايد عليه. ممكن حتى اغير، يعني لو هو كان انتجر وعايز اخليه سترينج ما عنديش مشكلة خالص. اما التيوبل ما بتقبلش اطلاقا اي تغير في القيم ولا اي اوفر رايد على القيم، ولكن انا اقدر اعمل كونفرت للتيوبل، احولها لليست عن طريق ان انا اعمل باسنج التيوبل داخل الليست. تمام. كمان البايثون التيوبل في البايثون are written with round brackets، بعرفها ما بين البراكت اللي هي الراوند براكت العادية، اما الليست كنت بستخدم السكوير براكتس. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة ونشوف الاختلاف والفرق ما بين الليست والتيوبل. هنعرف ليست equal، طبعا الليست يبقى لازم سكوير براكت. تمام. واكتب القيم دي مثلا 10 20 30 40 مثلا. اوكي. وهعرف تيوبل، اقول مثلا تيوبل 1 اوكي ايكوال، وهنا بستخدم الراوند براكت، اقول له مثلا 1 2 3 4 اوكي. طيب هعرف تيوبل تانية، تيوبل اقدر اعمل كونكاتينيت للتيوبل، يعني انا هعرف تيوبل 3 واقول له ايكوال تيوبل 1 بلس تيوبل 2 اوكي. ممكن اجي هنا اقول له برنت تيوبل 3 تيوبل 3 اوكي. طبعا عمل لي هنا كونكاتينيت، هو ما بيعملش عمليه جمع، بيعمل عمليه اضافه ما بين التيوبل 1 والتيوبل 2، وكذلك اقدر اعمل الكلام ده برضو داخل الليست. طيب ايه، تعالوا نشوف الفرق ما بين التيوبل والليست. الليست هنا لو احنا ملاحظين ليست 1 10 20 30 40، انا ممكن اجي هنا اعمل اوفر رايد على الاندكس رقم 0 في الليست هنا، واجي هنا اقول له مثلا ايه 0 ايكوال، وهعمل هنا اوفر رايد، حتى ممكن اخليه سترنج ايه مثلا، واقول له برنت. زي ما احنا شايفين الايه عمل اوفر رايد على 10. اما في التيوبل، تعالوا نعمل الكلام ده في التيوبل، طبعا مش هيقبل لان التيوبل ثابته غير الليست، وده الاختلاف ما بينهم. اقدر اكسس برضو التيوبل زي الليست، يعني انا لو حابب ان انا اطبع، لو خلينا نقول له برنت اطبع الاندكس رقم مثلا 1 في التيوبل، هقول له مثلا برنت تيوبل 1 تيوبل 1، وهنا هقول له الاندكس مثلا رقم 1 اللي هو فيه ال 2 ده، قال لي 2. كل اللي انا كنت بعمله في الليست اقدر اعمله في التيوبل، ما عدا طبعا مع موضوع الاوفر رايد او ان انا اغير في قيمه التيوبل. واضح الكلام؟ طيب طبعا التيوبل والليست قلنا ان هم شبه بعض بالظبط، بيختلفوا بس ان التيوبل ما بقدرش اعدل على قيمها، اما الليست بقدر اعدل على قيمها.
طيب ليه اصلا بنستخدم التيوبل؟ لو انا كان عندي مجموعة من القيم ومش حابب ان انا اعدل في القيم ديت، فكنت بنشئ التيوبل علشان احافظ على القيم دي. طب لو انا حبيت بعد كده ان انا اعدل في القيم دي او اعمل اوفررايد عليها، فهضطر ان انا احول التيوبل اللي عندي الى ليست علشان اقدر اعدل على القيم دي. يبقى انا بامكاني ان انا اعدل على قيم التيوبل ولكن عن طريق تحويلها الى ليست، يعني تقريبا هاخد كوبي منها وانشئ ليست جديدة واخد كوبي من التيوبل دي واعدل بقى بعد كده على القيم بتاعة التيوبل في الليست. يبقى convert the tuple into a list to be able to change it. طيب ازاي بعمل الكلام ده؟ علشان اعمل الكلام ده يبقى انا لازم يبقى عندي ليست اهوت، مثلا نقول له مثلا ليست 2. تعالوا نشوف اصلا البيانات اللي عندنا. انا عندي ليست 1 وتيوبل 1 و2 و3. انا ممكن اخد مثلا اقول له ليست 2 دي ايكوال واعرفها ان هي كليست، اوكي، اوف، واقول له تيوبل 1 مثلا. يبقى انا كده مررت قيم تيوبل 1 في ليست 2 اللي هي متعرفه كليست، اوكي. لو جيت اعمل برنت كده للتيوبل 1 واعمل برضو برنت للتيوبل 2 سوري الليست 2، هلاقي نفس القيم بالظبط. انا خدت كوبي من التيوبل 1 وعملت لها بيست في ليست 2. اقدر دلوقتي خلاص اقدر اعمل كل اللي بعمله على الليست، اقدر اغير القيم، اعمل اوفر رايد عليها. يعني انا دلوقتي لو جيت حابب مثلا ان انا اغير قيمة الوان دي اخليها 10، فكل اللي انا هعمله هقول له ليست 2 الاندكس رقم 1، اوكي، سوري الاكس رقم 0، الاندكس رقم 0 ايكوال 10، واقول له برنت ليست 2 اهو عدل لي الوان دي الى 10. يبقى تقدر تعمل اوفر رايد بسهولة. ممكن تيجي هنا في الاندكس رقم 3 اللي هو ده، لان ده 0 1 2 3، اوكي، او تقول له ماينس 1، اوكي، تخليه مثلا الايه، يبقى هيعمل اوفر رايد على الاربعة دي، خليها حرف الايه اهو، تعدل عندي. واضح الكلام كده؟ يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل كونفرت للتيوبل الى ليست. هي مش كونفرت، وانا بس خدت كوبي منها وحطيتها في ليست تاني.